المدرسة اللي في كرة القدم اللي بيتابعها مستر بروكش في تدريبه وفي أسلوبه، اللي بيحب يتفرج عليها في كرة القدم، اللي حابب ينقلها للقطاع الناشئين بالنادي الأهلي، خاصة كمان النادي الأهلي نادي هجومي دايما بيلعب على كل البطولات. طبعا كل حاجة، طبعا دي حاجة أساسية طبعا في الرياضة، إن كل الناس أو كل الأندية بتحب طبعا تكسب كل البطولات. بس الاهلي طبعا عنده ميزه ان الموضوع يعني ماشي مع ان هو بيكسب كل البطولات، بس طبعا مش عايز ان انا مثلا عايز احط مدرسه اسبانيه او تشيكيه، لازم يكون ستايل اللعب او يكون مدرسه مصريه، لازم نعمل مدرسه، وفي خلال المدرسه المصريه دي لازم نستغل كل خبراتنا الاجنبيه اللي هي الإيطالية الألمانية أو خلال خبراتنا في الشغل مع قطاع الناشئين. لما حطيت خطة لتغيير الخطة في خطة العمل في اتحاد الكرة التشيكي، فطبعا بفضل زياراتي للأندية الأوروبية، فأنا سعيد إن أنا أعرف أحط الطريقة المثلى للعمل في الاتحاد. وطبعا انا خلال زياراتي كان يعني عملت خبرات كبيره، بس عمري ما عملتها كوبي بيست في حته انا بشتغل فيها. طبعا لازم يعني نجمع بين الحاجات اللي هي ضروريه واللي هي مكتسبه، ولازم برضو نطوعها للفكر المصري وطريقه اللعبه المصريه.